إذن أعزائي مشاهدين، تسهرنا الليلة مع سهرة الافتتاح، هي افتتاح ليالي متحف سوسة اللي تنظمها وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية بالتعاون مع المندوبية الجهوية للثقافة تحت إشراف وزارة الثقافة. هذه سهرة الافتتاح للدورة السابعة، ولكنها أيضا سهرة الاختتام للجولة الحلوة للفنانة هالة المالكي. سهرة ممتعة. مساكم بالخير. إذا الليلة نسهر مع الدورة السابعة لليالي متحف سوسة اللي تنظمها وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية بالتعاون مع المندوبية الجهوية للثقافة بسوسة، وطبعا تحت إشراف وزارة الثقافة. سهرة الليلة هي السهرة الختامية لجولة فنانتنا الليلة. فنانة انطلقت في التسعينات من خلال أهم المنوعات التلفزية كما برنامج طريق النجوم الخطوة الأولى، المهرجان الوطني للموسيقيين الشبان بمنزل تميم، إلى الأتلالة الأخيرة المتألقة والمتميزة في The Voice. صوت الليلة متألقة بكل أريحية في التونسي الشرقي في العالمي. بكل حب وبتشجيع كبير نستقبل الفنانة هالة المالكي اللي بتكون مصحوبة بفرقة موسيقية متكونة من أعز العازفين في تونس بقيادة الفنان الدكتور أحمد الشايبي. سهرة ممتعة. We'll be right back.
تستمر ليالي متحف سوسة غدا موعدكم مع الفنان علام عوم في سهرة موسيقية مع التراث الموسيقي التونسي وبعض من إنتاجه الخاص. ليلتكم سعيدة وموعدنا معكم غدوة إن شاء الله. أعزائي مشاهدي قناة ساحل تي في مباشرة بعد العرض مع لو روتور دو لا ديفا. هلا الملقي. الو. C'est le retour de la diva, c'est le retour de l'enfant prodige. Mais comment a été vos retrouvailles avec votre public que vous avez reconquis? C'est la renaissance. بعد غيبة رجعت ولقيت الكم تاع الحب هذايا من الجمهور حاجة تخليني يلزمني نواصل ويلزمني نرجع وننتج وماش نغيب بالكل. ماش تغيب ولكن صدقني بكل حب انت مش شفت انا تبعت توت برسكيل دوسي دو بريس من الفويس التو مش الانتشار العربي انت مؤهله للانتشار العالمي اي اسكو فوز علي ترافايي بور سا ما نحاول انا مبدئيا لازمني نبي اون فوا تري بورتوز مونديالمون لا ديفا كي تقول لي كلمة كبيرة اللي هي تتخيل تخدم عليها باش الإنسان فريما يقول فلان ولا ديفا متاع الشيء اللي يتقنه الشيء اللي يعمل فيه علاش ليه كان نعمل بلوتو vous avez de l'aisance dans toutes les langues dans toutes les civilizations musicales برك الله ما انا متاكد حتى في الكلاسيك vous pouvez être اي انا تو نحب نستخدم الخلطه اللي هي اللي عندها هذيك اللي هي الحاجات اللي نحبهم الكل ونخلق لون جديد فيهم هذوك الكل مع بعضهم اللي حاجه صعيبه برشا لازم تلقى لي بون زيليمون باش تخرجها ويكون هذا اللون الجديد تاعها فروم ناو اون يعني ربي يوفقك اي بون روت سيليست تفضلك تفضلكم ميرسي بوكو عايش طارق زرقاتي ساحل تي في هي تبارك الله عليها لا ممتازة يعطيها الصحة ديفا ديفا يلزم وزارة الثقافة تتلهى بها هذه يظهر لي مش تولي سيدة تونس الأولى عودة قوية حلوة برشا صوتها ياسر حلو ما شاء الله
مليكة في ركحة في غناها في كل شيء. كل شيء ما شاء الله روعتنا. كل شيء contente ce soir. Sout, 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 chassatan. La capacité vocale excellente. لكم سعيدة منا. شكرا 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 بعد غياب مدة طويلة. هاكي رجعت ذا فويس عرفت كيش تعمل وباش رجعت روحها عرفتوا لها سمسات في الفويس اي بيان سور حبيناها تربح احنا شقنا عليها اي معناها حبيناها توصل وقت اللي قعدت انا في الانستونس اما انتم نشكركم المراوحه بين التونسي والشرقي والغربي سي با ديرونجون اي قوه تهبل اي قسمت الطرب فوا سيليست اي صحيت اي مصلي على النبي عليها اما فيها راني نجي ما نحل عندي الانترنت في التلفزة علاش ما تعجوهنيش مع لي شي الاخرين ما حليها الشي نتاعي الشي نتاعكم على بي تي في تبع اي تبع فيها عندي سهرات قاعدين وان شاء الله تشوفوهم على 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 بي تي في اي علاش ما عادش مع مع الفضائي علاش تهبل خويا سهره ممتازه خارق العاده والله مصلي على النبي نسيتو شوف معناتها عوده ميمونه عوده ميمونه بعد غياب طويل ان شاء الله إن شاء الله تعود مزينة برشا ياسر حلوة محليها 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 ما شاء الله تلقى ريبرتوار في النيفو متاع صوتها قوي معناها وفي النيفو متاع الأغاني اللي غنيتهم يعطيكم الصحة سهرية فريمون حلوة برشا شكرا ديتك سعيدة سهرة تحفونا برشا عجبتنا تمتعنا الحقيقة صوتها رائع جدا عملت لنا اون فاريتي عجبتنا على أذواق الناس كلها متعت لعبت كلها نستلموا عجبتهم ألفة اللي قاعدوا مركزين يسمعوا أكثر من أنهم هلا بريتو قاعدوا مركزين يسمعوا أكثر من أنهم تبهتنا الكلنا الحقيقة عطاها الصحة برافو فوري يعطيكم الصحة على التنظيم وعلى المهرجان هذا احنا كل عام نجيو ان شاء الله نكملوا الليالي الأخرين ان شاء الله ليلتكم سعيدة ميرسي السهرة تحفونا برشا هي اللي عطاها الصحة شكرا ألور كيفاش كانت السهرة؟ بارفيت مزيانة برشا 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 احنا نحبوها برشا هيلا صوت قوي ومبدع الحقيقة عم عروكح تحس زوز فنانات في فنانة يعطيها الصحة معناتها مش جديد هيلا علينا مش أول مرة فهمت نتبع فيها وانت رايك مدام سهرية مزيانة برشا الصوت روعة برشا يعطيها الصحة يعطيكم انتم الصحة على المجهود اللي عملتوه وان شاء الله من 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 حسن الاحسن ونواكبوا المهرجان ان شاء الله باش نواكبوا المهرجان وان شاء الله سنه وان شاء الله العام الجاي ونحبوا الطرب شكرا ليلتكم سعيده اعزائي المشاهدين مشاهدين قناه ساحل تي في كانت هذه السهره الممتعه مع الصوت الشجي الصوت العذب الجميل مع هاله المالقي ومجموعه من خيره عازفين وموسيقيين في تونس بقياده الفنان الدكتور أحمد الشايبي إلى اللقاء في مواعيد قادمة مع سهرات ليالي متحف سوسة